السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي القناة ليدي ليز دو حكيمة، ترحب بكم فيديو جديد اللي هو بسبوسة ريفيزيتي أو البسبوسة ونكهات مختلفة. ونبدأ بسم الله مع المقادير. لهاد الوصفة كنحتاجو 300 غرام ديال السميدة الرقيقة، 200 غرام ديال السميدة الغليظة، 100 غرام السكر، 80 غرام ديال 100 غرام ديال الزبدة مذوبة، وربع هاد الحليب، وكاس ديال الياغورت ناتور، و 80 مليلتر ديال الزيت، وخنيشة ديال الخميرة الكيماوية. في هاد الوصفة هادي ما كنديروش المنكهات، شوية ديال الملحة بدون منكهات. بسم الله كنخلطو جميع النواشف، السميدة الرقيقة والغليظة والخميرة الحمراء والقبيصة الملحة، كنخلطو جميع النواشف، سكر خلطو بيدينا مزيان حتى نقدروا نقولوا جميع السكر هادو السميدات كياخدو حقهم السكر كاملين، يعني كيتخلطوا مزيان حبه بحبه تقريبا. وتنمروا نديروا المواد الدهنيه، كنديروا الزيت، نزيدوا عليها الزبده ونمسو، تنمسو بحال الشكل ديال قلب اللوز، بحال الشكل ديال البسبوسه العاديه، عاوتاني باش كل حبه كتاخد حقها من المواد الدهنيه. تنخلطو مزيان مزيان مزيان، كنبقاو نخلطو حتى كنحسو انه كلها داك المواد الدهنيه تفرقت على جميع حبات ديال السميده. كنخلطو مزيان، استمروا في التخلاط. عاد كنزيدو سوائل، هي هاد الوصفة كتطلب شوية ديال السوائل، تقدرو تخلطو السوائل وتلقاوها نشفات شوية، تزيدوها شوية ديال الحليب، درت فيها الحليب و الياغورت الطبيعي وخلطت مزيان. في داك الوقت اللي كنخليوها ترتاح شوية راه تتشرب. خلطو مزيان بالسوائل ديالنا، ونخليوها ترتاح شوية. كنقسمها انا هاد العجينه هادي اللي حصلت عليها، كنقسمها على 4 ديال الزليفات، 4 ديال لي باغ. فهادوك 4 ديال الزليفات كل زلافه غندير فيها نكهه مختلفه. استعملت 4 ديال النكهات، درت الكاكاو المر ودرت البيستاش، هادشي كله شويه شويه منه، يعني واحد جوج معلقات من الحاجه، ودرت اوريو ودرت اللوز، بودره اللوز جوج معلقات جوج معلقات جوج معلقات. كنطحن البيستاش، كنطحن اللوز، وكنهرس تنهرس تنطحن الاوريو حتى هو، يعني المنكهات اللي عندي كلهم خصهم يكونوا بودره. تنشد جوج معلقات ديال اللوز، كنزيدهم على الزلافه الاولى ونخلط مزيان، الكاكاو كذلك، البيستاش كذلك، ماشي الاوريو، درت بسكويت لوتوس، زدت حتى الاوريو لان كنت محتاجه كميه كبيره، يعني درت الدوبل ديال المقادير اللي وريتكم. كنخلطوا كل شيء مزيان، وفي هذا الوقت هذا كنكون درت الفران يسخن على 180 درجه، تنوجد المول اللي غادي ندير فيه هاد البسبوسات ديالي، كندهنوا بشويه ديال الزيت، عاد تندير فيه البسبوسات يطيبو.
وفي هذا الوقت كنت درت السيرو يتصوب. السيرو خصو يكون خفيف، كاس ديال السكر كنديروا ليه جوج الكيسان ديال الماء وطرونش الحامض، وفاش كيبدا يغلى تنحسبوا ليه 5 دقائق ونطفيو عليه. هذاك السيرو خصو يكون بارد باش منين نخرجوا البسبوسه من الفران تنصبوه عليها باش كتشربو مزيان وكتستافد منه وتنفخ. تنخلطو كيف ما وريتكم جميع النكهات. بالنسبه للبيستاش زدت شويه ديال الكولون خضر بحال كنعززو وتنبينو النوع ديال المونكيه اللي دايرين وصافي. واحد شويه عاد تنديرو ديك جوج المعالقات ديال البيستاش كيف ما كتشوفوا في الفيديو. صدقوني كيجيو بنان وكيجيو هميين، يعني تقدموهم بطريقه مختلفه ماشي بحال البسبوسه القديمه اللي كنا كنعرفو، حتى هي كتجي زوينه ولكن المهم هذا شكل اخر. نوعوا شويه في الاطباق. تنخلطو مزيان كيف ما كتشوفو. ونستمر حتى كنخلطو جميع النكهات. قلت لكم الا جاتكم نشفات كتزيدو واحد جوج المعالقات ديال الحليب، ولا لان السميده تتشرب باش ما تجيكمش ناشفه. هذا بيسكوي لوتوس حتى هو تيجي بنين. هذا البيسكوي ديال لوتوس الا بغيتو منين يوجد كديروا ليه ديك الزبده ديال لوتوس اللي كتباع، كتسخنوها واحد شويه تدفى وكتديكوريو بها هادو البسبوسات ديالكم وتحطوا فوق منها واحد الكاطو ديال لوتوس بحال اون سورت دو رابيل على الحشوه اللي كاينه وعلى النكهه اللي كاينه. الاوريو يمكن لكم منين توجد ديال الاوريو عاوتاني، اما كديريو فوق منها شويه ديال الاوريو مطحون ولا ديروا لا كريم شونتي طلعوها تطلعوا لا كريم فريش اون شونتي ديروا فوق منها نص اوريو ولا ديريو عليها شويه ديال الاوريو مطحون، المهم تيبقى لكم الاختيار. انا كنستعمل دائما هاد لا كويير ديال لاكلاص باش كتعطينا القياس هو هذاك بحال قلت لكم. الفران راه على 180 درجه كندخلوها الفران حتى تيتحمروا جنيبات تنعرفوها راه طابت. ما تنعمروش ليمون حتى للفوق لان كتنفخ حيت فيها الخميره. نتمنى الفيديو تعجبكم وتستافدوا شويه معايا، وإلا كانوا كيعجبوكم الفيديوهات ديالي شجعوني وتابوناو معايا وديروا اللايكات. كنحاولوا ننزلوهم شويه باش يجيونا مقادين، واخا حنا راه كنقلبوهم جهه اخرى هي اللي كتكون باينه، ولكن يستحسن انكم تقادوا للوجه ديالها. البسبوسات ديالنا هما وجدوا، كنسقيوهم بالسيرو كنبقاو كنسقيوهم حتى كيتشربوا مزيان وكيبانوا لنا راهم فزقوا مزيان، وعاد تندوزو باش نديكوريوهم. هادو ديال اللي درت فيهم الكاكاو زدت ليهم اللون الاحمر ودرت ليهم شويه ديال الشوكولاط دايب من الفوق، كيجيو رائعين انتما كتشوفوا. الحقيقه يستحقوا التجربه حتى الا قدمتوهم للضيوف ولا شي مناسبه ولا هكا تيحمروا الوجه تيجيو هميين ورائعين. منظر جديد يعني الانسان يحاول يبدع شويه، ما نبقاو شي مقتصرين على الوصفه الاصليه هي هذيك، ولكن كنزيدو حنا شي حاجه من عندنا تنزيدو يعني نبدعو شي شويه. هادو ديال الكاكاو اللي كتشوفوا قدامكم، وكيف ما قلت لكم ديال اللي درنا فيهم الاوريو اما كنديروا لا كريم شونتي من الفوق وتنديروا طريف ديال الاوريو اولا كندهنوا الوجه ديال مشويه ديال العسل وكنطحنوا شويه ديال الاوريو ندردروه من الفوق، يعني تيبقى اختياري داكشي.
الديكور تيبقى عليكم نتوما. درنا فيه من اللوز، درت لهم شويه ديال الشوكولا من الفوق، ودريت عليهم اللوز افيلي، ود البيستاش راه ما درتهم ليكمش، سمحوا لي. ديال البيستاش دهنت بشويه ديال العسل ودرت فوق منهم بيستاش مهرس مهرمش. وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. مع السلامه.